في هذه الحلقة سنبدأ بتعلم حركات الدان الثالث من لعبة الرمح. ثم نشق بوقفة الانقضاض. امسك باليد اليسرى عند شق الرمح، ويجب أن نشق الرمح بقوة. إذا بعد رمي الرمح يجب علينا أن نمد المرفق إلى الأمام بسرعة لالتقاطه. الشق بوقفة الانقضاض الأمامي. أولا نمد جسم الرمح إلى الأمام، ثم نرفعه فوق الرأس، نفتلو بالجسم إلى اليمين، ثم نشق بوقفة الانقضاض. الشق بوقفة الانقضاض الأمامي. أولا نمد الرمح إلى الأمام، ومن ثم نرفعه فوق الرأس وندور بالجسم إلى الجهة اليمنى، ومن ثم نشق الرمح. حسنا، الجدير بالذكر عند رفع الرمح يجب أن نشكل خطا مائلا إلى الأعلى، ثم نشق بوقفة الانقضاض. امسك باليد اليسرى عند شق الرمح، ويجب أن نشق الرمح بقوة. حسنا، لنقوم بها مرة أخرى. الشق بوقفة الانقضاض الأمامي. الطعن إلى الأسفل باستدارة الجسم. نبدأ من وضعية حركة الشق بوقفة الانقضاض الأمامي، ثم ندور الجسم إلى اليسار ونشكل تقاطع الساقين، ثم نتقدم خطوة بالقدم اليسرى ونطعن إلى الأسفل بتقريب القدمين. لنتمرن أكثر على حركة الطعن إلى الأسفل باستدارة الجسم. الشق بوقفة الانقضاض الأمامي. نرفع الرمح لكي نشكل خطا مائلا إلى الأعلى، ثم نشق الرمح بقوة كبيرة. علينا أن نضع مجهودا في الكتف عند الشق. الطعن إلى الأسفل باستدارة الجسم هي حركة هجومية وتهدف إلى طعن العدو الخلفي. يمكننا أن نضع هدفا محددا عند التمرن على هذه الحركة. نبدأ بشكل بطيء أولا، ثم نزيد السرعة.
حمل الرمح بتقاطع الساقين. امسك الرمح ثم اسحب المقبض إلى الوراء. اسحب القدم ثم احمل جسم الرمح على الظهر بوقفة تقاطع الساقين. سأقوم بها مرة أخرى. حمل الرمح بتقاطع الساقين. قطف الرمح والتقاطه. نتقدم إلى الأمام خطوة بالقدم اليسرى، وفي الوقت نفسه نقذف الرمح ثم نتقدم خطوة ثانية بالرجل اليمنى ونلتقطه. قذف الرمح والتقاطه. تقدم خطوة إلى الأمام، اقذف الرمح ثم تقدم خطوة ثانية والتقطه جيدا. عادة ما سيسقط الرمح على الأرض عند التمرن على هذه الحركة في البداية، فلذا بعد رمي الرمح يجب علينا أن نمد المرفق إلى الأمام بسرعة لالتقاطه. حسنا، مرة أخرى. اقذف الرمح، تقدم خطوة والتقطه. لن نرجع بعد القفز. نتقدم خطوة إلى الأمام بالقدم اليسرى وثم نمسك الرمح باليد اليسرى. بعدها نرفع القدم اليمنى ونقفز، وفي الوقت نفسه نقوم بحركة لن نرجع. لنتمرن أكثر. لن نرجع بعد القفز. حمل الرمح بتقاطع الساقين. امسك الرمح ثم اسحب المقبض إلى الوراء. اسحب القدم ثم احمل جسم الرمح على الظهر بوقفة تقاطع الساقين. قذف الرمح والتقاطه هي حركة هجومية مباغتة. عند قذف الرمح يجب ألا نبالغ في قذفه إلى الأعلى أو إلى الأسفل. علينا التواصل لكي نبدأ بتحسس اللحظة المناسبة لالتقاط الرمح. لن نرجع بعد القفز. نتقدم خطوة إلى الأمام بالقدم اليسرى وثم نمسك الرمح باليد اليسرى. بعدها نرفع القدم اليمنى ونقفز، وفي الوقت نفسه نقوم بحركة لن نرجع.
لين تشونغ. لين تشونغ المعروف باسم رأس الفهد هو واحد من الشخصيات الرئيسية في الرواية الكلاسيكية الصينية الخارجين عن القانون من الأهوار. هو كان المدرب العسكري لحراس الإمبراطور البالغ عددهم 800,000 جندي في عهد أسرة سونغ، وهو كان ماهرا جدا في فن لعبة الرمح. وبسبب الاضطرابات السياسية والفساد في ذلك الوقت فقد أبعد من منصبه وتم نفيه إلى جبل ليانشان. لنتمرن على الحركات التي تعلمناها اليوم بشكل متواصل. شاهدوا معنا الحركات الكاملة من الدان الأول حتى الدان الرابع. لنستمر في تعلم حركات الدان الثالث مع المعلم خوانغ في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء.